السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى فيديو جديد من فيديوهات قناة عمر. في هذا الفيديو سنقوم بشرح كيفية يعني إصلاح الميكروفون أو المحادثة الصوتية. طبعا الحكي هون عن البي سي أو الحاسوب الشخصي وكمان البي اس 4 والإكس بوكس، بس أول شيء راح نسويه على جميع الشغلات يعني من لعبة فورتنايت. راح نيجي هون أول شيء على الإعدادات، نروح على السيتنجز، بعدين نروح هون على إعدادات الصوت. طبعا احنا بدنا نحكي هون على الفويس شات او المحادثة الصوتية، فالمحادثة الصوتية المفروض نرفعها لاخر شيء يعني اذا بدنا نسمع صوتنا لاخر شيء لاخر مدى. المهم بعد الفويس شات هون نجي على الخيارات كمان اللي بتتعلق بالفويس شات. هون اخر شيء الفويس شات هون نخليها اون اذا بدك تسمع، اذا ما كنتش تسمع فيك تخليها اوف، بس احنا قاعدين نصلحها فالمفروض نحطها اون. هون فويس شات ميثود يعني الطريقة اللي انت بدك تحكي فيها، اوبن مايك او بوش تو توك. طبعا الشغله بترجع لك يعني انه نخلي الميكروفون مفتوح او تكبس حتى تحكي انت، راح اخليه بوش تو توك. طيب فويس انبوت ديفايس يعني هاي الوسيله اللي بدخل منها الصوت تبعك او الميكروفون تبعك، يعني بدك تختار الميكروفون. يعني عندي هون ميكروفونين، الميكروفون الاساسي او تبع السماعه تبع اللابتوب او الميكروفون الثاني اللي قاعد بسجل منه بلو سنوبال. راح اختار هذا مثلا بلو سنوبال، حاطين ديفولت انبوت كونفيجريشن. عفوا بتغير منه هاي بلو سنوبال، هسه فيني احكي عن طريق الميكروفون. طيب هون فويس شات اوتبوت ديفايس يعني الطريقه اللي بيخرج منها الكلام تبعك، فاني طبعا بس تسمع من السماعات الموجوده عندك ديفولت اوتبوت او نفس السماعات يعني مش راح تغير شيء سبيكرز او اوديو، راح اخليه ديفولت اوتبوت. هون فويس شانل فيلد ماتش، هون احسن خليها بارتي في جيم او بارتي، بس خليها بارتي احسن لك. طيب فويس شات نوتيفيكيشن يعني اشعارات الصوت، بدك اشعارات صوتيه ولا اذا بدك شيء خليها اوف، بس خليها اون احسن. طيب بعدين نعطيه تطبيق اون او اوكي، نرجع شوي لورا نرجع لباك، بعدين نجي على السوشيال هون نكبس عليها، نجي على الفويس شات اللي هون. هون الفويس فولم يعني قديش بدك ارتفاع الصوت، الاحسن تخليه 100. هون فويس ميثود طبعا ما خلينا بوش تو توك، راح اخليهم كمان بوش تو توك. هون ديفولت شانل راح كمان راح اخليها بارتي. فويس انديكيتورز او مؤشرات الصوت راح اخليها اون. انا بدي احكي مع الناس، احنا لازم نحط الفويس ميثود. اذا بده الواحد يحكي مع الناس لازم يحط الفويس ميثود اوبن مايك. طيب هيك هذا عمر بده يحكي شوي. طيب بابا بس نحل الطريقه هاي، خلص طريق الشرح. المهم طبعا كان الشغلات بتتعلق بالحاسوب الشخصي والبلاي ستيشن والاكس بوكس. طيب هسه هون بنحكي بس عن طريق الاكس عفوا اللابتوب. راح نيجي لهون كمان، راح نروح الاعدادات تبع الصوت. هاي الاعدادات تبع الصوت، هاي اوبن ساوند سيتنجز. طبعا احنا بدنا نحكي عن الاعدادات الصوتيه. طيب بعد ما جينا على الاعدادات الصوتيه هون نختار طريقه الادخال. طبعا انا قلت لكم هون عندي ميكروفون ثاني، هذا الميكروفون الاساسي تبع سماعات اللابتوب، وهون البلو سنوبال او الميكروفون اللي بحكي منه اني. راح نجي هون الديفايس بروبرتيز او خصائص الجهاز. يعني طبعا فيك تحط قد ما بدك، يعني اذا بدك تعلي صوته لاخر شيء بتخليه 100، اذا ما بدكش تخليه 80 او 90 او 92 كان صوته مريح يعني جميع الحالات. طيب خلينا نحطه على 100، بعدين خلينا نروح على هون اديشنال ديفايس بروبرتيز او الخصائص الاضافيه للجهاز. تيجي على ليفلز هون او المستويات، هون فيك تختار قد ما بدك، يعني فيك تحطه 100 فيك تخليها اقل هيك. ادفانسد ليفلز ليسن جنرال. طيب خلينا على ليفلز هون فيك تختار ال 100 افضل، يعني قديش بدك مستوى الصوت تبعك من الميكروفون، بدك 50 مثلا او 100، فالاحسن انك تخليه 100 او على صوت. راح اعطيه اوكي. طيب كان هذا فيديو اليوم مشان اصلاح الدردشة الصوتية وإعداد الميكروفون. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. هذا عمر بدي يسلم عليكم. لا تنسوا الاشتراك واللايك وتشاركوا الفيديو بين اصحابكم. شكرا للمتابعة، السلام عليكم.